بيج لوف. يا سلام لورون جيم كيما ديما غبرت لكم شحال هادي ما حطيتش دي فيديو. تونوني بزاف ديال الناس على ديك لا مينياتور اللي تدار ديال لا فيديو. اوكي اليوم نجي غادي نشرح لكم كيفاش كدير هاد لا مينياتور، يعني كيفاش كديرها من فوتوشوب. انا راه ماشي شي واحد اللي واعر 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 في فوتوشوب بزاف، يعني كنعرف فيه شي بركه هي اللي كنديرها. الاساس انني كنحاول داك الابداع اللي في دماغي وكيفاش كنتصورها في دماغي كنحاول نحطها، وغادي نصاوب لا مينياتور ديالي هاد الفيديو هذا. بقاو معايا. المهم هادي هي اخر مينياتور اللي كنت كدير لي كورسي سوني عليها. كنديرو نوفو ريكوم. اوكي كنمشيو لهنا كنختارو فين ديال الفيديو. هنا كيعطيك السايز ديال ديريكتوم، دونك يعني ما تحتاجش تمشي تصاوب السايز هادي. هنا 25 ولا 1080. انا ديجا اختاريت لي فوتو لي غادي نقدر نخدم بيهم، يعني عندي خديت على ثلاث تصاور مثلا، عطيت واحد غادي نختار فيهم واختاريت يعني اللوغو ديال يوتيوب واللوغو ديال فوتوشوب، حيت هو جوج حوايج اللي غادي ندوي عليهم اليوم. كيفاش كدير الباك جراوند موراك من الاول؟ حنا غادي نشوفو دابا كيفاش كدير. اوكي ما حدد لا فوتو، يعني الباك جراوند فيها ابيض كامل ابيض، يعني هادي سهله ديال المأمورية. لاغوم ماجيك الممحة العجيبة، الممحة العجيبة. وغادي نكليكو هنا ها هو مشى كلشي، داك ما وراء اختفى مزيانة. اوكي شوفو لا خير بلون بلا نبدل ليها الالوان. غادي نشوف الالوان اللي بغيت نخدم بيهم. كلشي بنيت من هنا غندير غندير الليموني والصفر. هادشي شني. اوكي داكوغ دونك غادي نجي نشوف الليموني. دوزيام كولور غنختارو كيما قلنا الصفر، يعني ممكن تصورة لي دير تاخدني من لا فيديو بحال التصويرة المينتور اللي كانت في الديكبار تاخدتها من لا فيديو. غير انا هنا بغيت نخدم تصويرة يعني من عندي ديجا مصورين ماشي علاش. اوكي غناخدو لو ديغرادي هكا وعندنا في هنا وما بين لي كولور بجوج، يعني هنا فين كتبدل لي كولور كي كتبدل سبيدي يكون ترونسبارون بدي يبان بدي هادي. هنا بغيناهم بجوج دونك نجي ندير بحال هكا اي فوالا دونك هي تبدلات. صافي العملية الثانية غنمشيو ناخدو اللوغو ديال فوتوشوب. يعني خاصنا نكتبو فوتوشوب ما كيبغيش يكتب العربية، ممكن واحد الفيت اللي هو هذا. غادي نخلي لكم في الرابع ديال الوصف لا المشكلة اللي تكتب كتكتب هنا لا في الكلافيير كتكتب داكشي اللي تكتب وبخي كدير عالج النص كتيسا، يعني هو كيقلب الحروف حيت ملي كتكتب بالعربيه ديالك كيقلبهم فوتوشوب، يعني انت كتعطيه اللي مقلوبين وهو كيرجعني تقول به. حنا دابا قدينا المينياتور ديال فوتوشوب سامبل وعادي جدا. نديرو لها انجستري ونحاولو نشوف ديك التصويرة الأخرى باش نفهم كيفاش تقدر تقطع لازو نقول هداك.
يعني انت كتبدا الطول اللي بديت تلعب عليها الموضوع كتبدا فيها تقدر دير هكا كاملين تاع الكونتي تقدر دير بحال هكا دير هكا وتكتب داكشي اللي بغيتي هنايا يعني كتولد مثلا على حسب الموضوع اللي كدوي عليه حسب الموضوع اللي الموضوع اللي كدوي عليه في الفيديو دونك هناك الاختيار. سهلة يعني قطعنا حطينا الطون نحاولوا نبدلو داك لا غير بلون شويه ما نبدلون هذا نجيو لهنا شوفوا الالوان اللي بغينا نخدموا بهم دونك غادي نخدم بهاد جوج الالوان هذ اللي هنا يعني الغوز والشيبي. اوكي غادي ندير ندير الشيبي لهاد الشيء هادي ندير الغوز اي فوالا هادي جدا. كنتمنى ان الفيديو يعجبكم. واحد النصيحه خذوها مني اي واحد اللي كيدير شي محتوى ولا كيبدع شي حاجه بقى بدع فيها ما عمرك ما تسمع الناس اللي كيبيعوا يهرسوك ولا كيبيعوا واحد مقوله وكلمه صغيره وكيما بغا يكونوا فهمتي هذا الواحد راه ديما كيبدا يهضر بلا بلي. كاينين في العالم كاينين ثلاثه ديال الانواع كاينين الناس اللي كيبداو مقابل غير لي كومونتير ولا اي حاجه درتيها ولا اللي كتبتيها ولا اللي درتي اي حاجه درتيها تيبداو غير كيدويو وكاين اللي كيدويو وهكاك ما كيديرو وكاين اللي كيدير خاصك تكون انت من دوك الناس اللي كيدير وفق السنيه الاديان وهذوك الناس اللي كيقول لك لا مات لا وهادي يقول واحد المثل كيما كيقول واحد المثل معروف قافله تسير والكلاب تنبح. يلا ما تنساوش بارطاجيو ورا ان شاء الله كاين جديد الله يفرجكم. دير لي فولو في انستغرام في بزاف ديال لي ستوري كنبارطاجي بزاف ديال الحوايج اللي متعلقه بالتصوير متعلقه باي حاجه ديال الدرون ديال الاوديو فيزيو. يلا تهلا دابا تشاو.